خلينا نقولوا انه رنا كتغني تقريبا هانتا مغربي لبناني وكتغني خليجي كتغني بزاف ديال اللهجات. انا دابا بغيت نسمع منك انتقلت لي بغيت نسمع منك حاجة بالمصري. بالمصري بغيت نسمع منك شي حاجة مصرية. انا غنيت مغربي انت تغني مصري. هي غنات مغربي انت غني ليها مصري. نكون خالصين. واش دندنه ولا دندنه؟ عطيني دابا غير دندنه من بعد حنا راه مطولين. هاك تفضل ها المايك ديالك سمعني شي حاجه على ذوقك. قول لي شي حاجه اللي عزيزه عليك او شي حاجه اللي كنتي كدندنها وباقي حتى دابا كدندنها. الله يا ربي الله كنت موجد شي حاجه دندنه خليجيه دابا اللي عجبك تلفتي لي غير هو كيف هي بدات بالمغربي انت بدا ليها انت بالمصري. بالمصري يلا قول شي حاجة مصرية أنت حافظها عجبك قديمة. شي حاجة أم كلثوم. أها فازي. لسه بري حدود. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش